من عنيزة يلتحق بنا نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسن. الدكتور عبد الله مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. أريد السؤال بداية عن أسباب هذا الهطول الغزير للأمطار في شهر أبريل للسعودية، والذي يعني تقول التقديرات بأنه غير مسموق منذ 40 عاما. أسعد الله مساء الجميع. حياتي. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا الموسم المطري الذي بدأ في أكتوبر عام 22 ومستمر حتى الآن ولن ينتهي بإذن الله تعالى إلا بنهاية هذا الشهر شهر مايو، هو في الواقع موسم مطري غزير، ونستطيع القول أنه استثنائي سواء على مستوى القيم والأرقام التي تم تسجيلها في المحطات المطرية أو على مستوى ذكريات كبار السن أو حتى على مستوى جريان الأودية وعلى مستوى أيضا الربيع الذي انتشر في معظم المناطق، فهو استثنائي، وما ذاك إلا بسبب أن الله سبحانه وتعالى قدر العوامل التي تضافرت سواء كانت من البوابة الشمالية الغربية التي تأتي منها السحب والمخفضات الجوية التي تؤثر على المملكة العربية السعودية أو البوابة الجنوبية الغربية التي أيضا تأتي من أواسط إفريقيا ومن بحر العرب ومن ثم تؤثر على أمطار المملكة العربية السعودية، فكانت المثالية في الأحوال الجوية والعناصر الجوية منذ دخول موسم الأمطار في أكتوبر الماضي. دكتور، هل يمكن الجزم بتأثير برنامج الاستمطار الحالي على هذه الكمية الغزيرة من الأمطار؟ نتائج الاستمطار لا يمكن أن نقول أنها ناجحة أو غير ذلك من خلال موسم واحد. لذلك استغرب من الأخوة في وزارة البيئة أو المركز الوطني للأرصاد أن أعلنوا النتائج قبل نهاية الموسم. الموسم بقي فيه شهر مايو، ومع ذلك إعلان النتائج إن كانت إيجابية أو سلبية أتوقع أنه يفترض أن تكون هناك جهة محايدة، جهة أخرى هي التي تقوم بتقييم هذا العمل وهذه العمليات الاستمطار الذي تم في هذا الموسم. كثير يا دكتور يتحدثوا عن التغير المناخي الذي يحدث في العالم، سواء بارتفاع درجات الحرارة بانخفاضها، بزيادة كمية الأمطار، ربما بالقحط في أماكن كذلك أخرى. هل ما يحدث من تغير مناخي في العالم له ارتباط بما يحدث من كمية أمطار وهطولها بهذا الشكل الغزير؟ وهل هو إيجابي أصلا لمنطقتنا، منطقة الخليج العربي؟ الاحترار العالمي والتغير المناخي أمر ملموس في الواقع ومصور ومسجل وعليه الاتفاق بغض النظر عن أسباب هذا التغير. فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة والتي يعاني منه كوكب الأرض، فهذا أمر سلبي سواء كان على الحيوان أو النبات أو حتى الإنسان وأيضا حتى الجمادات. أما فيما يتعلق بعنصر الأمطار فمن الصعوبة بمكان أن نقول أن التغير المناخي سيؤثر إيجابا على كميات الأمطار التي سوف تهطل في المستقبل على المملكة العربية السعودية، إذ أن النماذج المناخية لم تتفق حتى الآن حيال مستقبل الأمطار في المملكة العربية السعودية. نظرا لصعوبة التوقعات في مثل هذا العنصر المطري، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى حد ما إلى أمر إيجابي بارتفاع يقدر بنسبة معينة، وهذا ليس عليه الاتفاق كما ذكرت. أشكرك جزيلا.